جميلة جدا على الفيسبوك، بشكركم جدا على التواصل الجميل، شكرا، ومكالمات تليفونية. بشكر كمان كل أصدقائنا المتواصلين معانا، وهقول حاضر الرسائل. بشكر جدا أستاذ أحمد محمد، أستاذ عبد الحي علي، ميرو جابر، ميرو أخ العنقود، صباح الفل، أستاذ حمادي إبراهيم الدواغرة، دكتور تامر المغازي، دكتور أحمد عيسى، أستاذ أحمد زكي، أستاذ إيهاب شبانة، أستاذ ياسر عبد القادر، أستاذ إنجي صقر، أستاذ عماد حكيم، أستاذ مصطفى الدرديري، صباح الفل عليكم جميعا. تعالوا ناخد مكالمة وهرجع للرسائل إن شاء الله. أستاذة صفاء، صباح الخير. صباح الطاقة الإيجابية والسعادة. صباح الفل. كل سنة وأنت طيبة. وأنت بكل خير. أول رجب وعيد الحب. أيوة. واليوم العالمي للراديو. الله الله على المناسبات الحلوة كلها. وعلاقتي بحضرتك أكبر دليل على إن في صداقة وعلاقة حب بتنشأ بين المستمع والمذيع. أكيد. دي حاجة تفرحني وتفرحنا كلنا والله. ربنا يخليك لينا. وشرف كمان كبير والله. ربنا يكرمك دايما. أنا عايز أتكلم عن الخبر التكنولوجي اللي حصل في بداية هذا العام. ومحدش ألقى الضوء عليه نهائي بسبب كأس العالم لكرة اليد سحب منه الأضواء. الخبر هو أن وكالة الفضاء المصرية صنعت كاميرا حرارية بتكنولوجيا مصرية 100%. وتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية مير. وده ادى الحق لمصر في الحصول على المرئيات الفضائية مجانا. احنا كنا بندفع فيها ملايين الدولارات. وده هيفيد في تطور البحث العلمي في كل المجالات. وفي التنمية الاقتصادية، المعادن والمواد البترولية والمياه الجوفية، وكمان ممكن يفيد في الأمن القومي في الحفاظ على الحدود ومراقبة سد النهضة. وهيحقق لنا برضو ان احنا نكتشف الاثار المصرية المدفونة. لان الكاميرا الحرارية بتصور طبقات جيولوجية العمق 40 متر من قشرة سطح الارض، واحيانا اكتر حسب درجة التكنولوجيا اللي هي فيها. الموضوع ده هيحقق فايدة اقتصادية لكل مواطن مصري بشكل مباشر او غير مباشر. تنمية عمرانية وطرق وصناعات وزراعات وكل حاجة في مصر هتتطور بسبب الخبر ده. للأسف ما حدش اتكلم عنه خالص نهائي. لا والله اتكلمنا، ما تقلقيش، في حلقة كمان، لأنه في مجموعة أخبار على مستوى التكنولوجيا في المنطقة العربية ومصر خصوصا، هتعمل طفرة لشباب مصر كلهم في مجالات كتير جدا. لكن فرحتي بقى بتزيد جدا إن مستمعينا يبقوا جزء في الإعداد، يعني يبقوا هم شايفين هذه الإنجازات العظيمة اللي هتفيد كل شباب مصر. الحقيقة أنا عارفة القيمة العلمية لهذا الخبر، لأن كنت بحضر دراسات عليا في وقت ما قبل ما أفقد البصر يعني، وكنا بنستخدم المرئيات الفضائية دي في شغلنا بشكل كثيف جدا. يعني أنا في مجال الجغرافيا فعارفة قيمتها جدا. يعني أنت عارفة أن مجال الجغرافيا دلوقتي بقى من أهم المجالات اللي الشباب بيقبلوا عليها؟ الجغرافيا علم موسوعي يدخل فيه جميع العلوم. صحيح. يعني أنا بدرس استشعار عن بعد، وبدرس تربة وجيولوجيا ونبات وخرائط ومساحة جوية ومساحة أرضية، بدرس حاجات كتير جدا بتفيد في كل مجالات الحياة. ما شاء الله. عارفة كمان التكنولوجيا مرتبطة جدا بمجال الجغرافيا. جدا. ده احنا عندنا مجال تكنولوجي مخصوص اسمه الجي اي اس، نظم المعلومات الجغرافية. ده من اهم المجالات. من اهم المجالات في التنمية الاقتصادية بكل جوانبها. حتى الشباب اللي بياخدوا دورات تدريبية في الجي اي اس بيلاقوا فرص عمل كبيرة جدا دلوقتي. يعني انا كنت ابتديت دراسته بس الحمد لله يعني فقدت البصر قبل ما اكمل. حبيبتي الحمد لله. ربنا ينور بصيرتك. ربنا ويرزقك حسن العمل والتدبير، وتنجزي إنجاز يليق بعلمك الجميل. الحمد لله. شكرا لك يا دكتور. فرحتيني بمكالمتك الجميلة. فرحتيني جدا جدا بمكالمتك. أنا شكرا. أنا بسعد أكتر لما بسمع صوتك. أسعدتيني والله. كل سنة وانت طيبة. الثلاث مناسبات ما ننساش. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.